ثقافتنا، مبادئنا وعاداتنا، جميعها قيم. تضرب جذورها أعماق روحنا والأرض والوطن، فهي قيمنا. وقيمنا كشجرة متعددة الفروع، وتحت ظلها أخلاقياتنا. تلك الأخلاقيات التي عرفها الإنسان منذ بداية الحياة وإلى نهايتها، وهذه الأخلاقيات هي التي دعا إليها ديننا الإسلامي ومختلف الأديان وحتى أصحاب العقول الراجحة والتفكير السليم. قيمنا هي حياتنا، ولا حياة بلا قيم. السلام عليكم. كلمة طيبة لك في نطقها 10 حسنات، يعني 10 صدقات. دخل رجل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ودخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 20. ودخل رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30. ما أجملها من كلمات طيبة. نبدأ بها كلامنا، نبدأ بها في مجالسنا، ونفاتح بها أحبتنا. كلمات في كل حرف منها حسنة. فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة هي مفتاح العلاقات الطيبة، وهي ترسم لنا أو لشخصياتنا وتحدد هويتنا. فما أجمل أن نعود ألسنتنا على الكلام الطيب حتى تصبح عادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا كلام صادق طيب مبارك، وإياكم والكلام البذيء اللي ما فيه خير. تعجبني كلمتين أحب أن أسمعهم على لسان كل أحد: الأولى لو سمحت، والثانية شكرا. فكلمة لو سمحت أو لو تكرمت هي كلمة طيبة حقيقة. من الجميل أن تبدأ بها في حال طلبت خدمة من الشخص أو من أي إنسان، حتى لو كان أدنى منك، شخص يعمل عندك أو موظف أو عامل أو حتى راعي البقالة. لما تقول هذه الكلمة جميل جدا تبدأ منك، تقول لو سمحت أو لو تكرمت أو من فضلك افعل كذا وكذا وكذا. الكلمة الثانية الجميلة هي شكرا، هي كلمة طيبة أيضا وجميلة. هذه الكلمة حقيقة تبعث السعادة في نفس من يسمعها. وجميل أنك تقولها لما تأدي شيء للآخرين. جميل لما تقول هذه الكلمة لما أحد الناس مثلا يفسح لك الطريق، تقول له مشكور أو شكرا. أو عندما يناولك أحد الناس، خلنا نقول غرض معين طلبت منه، فتقول له شكرا. أو عند مثلا تقول حد يمدحك، أقل شيء تقول له شكرا. ولما يبدع حتى ولدك في أي أمر، قل له شكرا. مثلا يرسم رسمة أي شيء، قل له شكرا، ما شاء الله جميل. دائما تشعره بالتقدير والشكر. فهي كلمة جميلة، واختيار الكلمات فن حقيقة لا يتقنه إلا الموفقين في هذه الحياة. فبالكلمة الطيبة تكسب صداقات الناس وتزيد من حبهم وودهم لك. حتى أعدائك إذا استعملت معهم كلمات طيبة، ترى شيء وشيء مع الأيام راح يتغيرون. إذن أن الكلمات سحر عجيب. إذا دخلت في حوار مع صديق أو مع أخ أو مع أي إنسان في تجارة أو عمل، استخدم دائما ألفاظ لازم تكون محببة إلى القلوب، لأن الشيطان في الحقيقة يدخل بينكم في حالة استخدام كلمات السيئة أو الغير مفهومة. وفي هذا الجانب اسمعوا هذه القصة الجميلة. أحد الناس قام في منتصف الليل وأوقد السراج مما أزعج زوجته. انزعجت المرأة فرمت على زوجها، لأن شكلها عصبية جدا، فرمت على زوجها الماء. تعرفوا الزوج شو قال؟ قال: أنت مثل الغيمة، أرعدتي ثم برقتي ثم أمطرتي. والله كلمات لا يكاد يصدقها عقل. هي حقيقة الكلمات الطيبة لها وقع الموسيقى الهادئة في النفس، وهي التي تسر السامع بلا شك، وتحدث أثر طيب في نفسه، وهي التي ترفع من الدرجات في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
فالكلمة الطيبة هي روح الكلام وروح العلاقات وعبق الأحاديث، وهي جوهر وسر الإنسان الناجح والسعيد، وهي سمة من سمات الإنسان الخلوق فعليا. أخي وأختي، أن نداوم على استخدام الكلمات الطيبة تعني باختصار حياة طيبة، ودمتم بود.